عبد الرحمن اصلا ما شاء الله كان شاطر ماشي معانا بيجري من اول مره. النهارده بقى قال لي انا عايزه اوريكي وانا ماشي من غير عكاز عشان يدي امل لكل الناس اللي حصل لهم بدر. ما شاء الله هو جميل ويعني كله تفاؤل وبطل. يلا نرجع نرجع لا ما يهمكش نرجع بقى عشان عيان في عيان تاني ورايا. ف ده طرف صناعي تحت الركبه النهارده وراني بقى ان شاء الله خلاص مشي لوحده. ده بعد اسبوع كده او 10 ايام من التدريب تقريبا ما شاء الله. ولسه احنا هنبقى احسن من كده كمان بالاراده بتاعتك والجمال ده ما شاء الله الله اكبر هنبقى اجمل واحسن. ربنا يخليك ربنا يخليك يا رب 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 ي